باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة 26 برمودة، الكنيسة بتحتفل باستشهاد القديس سوسانيوس. احنا كنا نوهنا عنه قبل كده، اللي هو كان عنده عبد واستشهد، وهو كمان استشهد فيما بعد. وبتحتفل كمان بنياحة أحد البابوات اسمه بابا يؤنس 78. وإن كان هذا البابا اشترك في شيء يعني تكاد تكون إحدى الصفحات اللي قاتمة في تاريخ كنيستنا، أو تكاد تكون هي صفحة نادرة جدا. الحاصل أنه بعد ما تنيح البابا أثناسيوس 76 الأساقفة انقسموا، وهم بيختاروا البطرك اللي بعده. اختاروا اتنين، اختاروا واحد اسمه أبونا غبريال، واختاروا واحد مجموعة تانية اختارت واحد اسمه أبونا يؤنس. وانقسموا في مين فيهم يصلح يكون البابا. وكالعادة قالوا طيب هنحتكم للقرعة الهيكلية، لأن ده يد الله. خلي بالكم طول عمر الكنيسة بتنظر للمذبح إنه صوت ربنا، لأن من المذبح إحنا بناخد كل القيمة اللي فيها، بنتحد بالمسيح. وده إيماننا، إن حتى لما بيكون عندنا مشكلة نقول حطها على المذبح. ما بالكم كرسي ماري مرقس، ما بالكم البابا. حطوا الورقتين على المذبح وصلوا صلاة ثلاث قداسات، اختير البابا غبريال، وتحط اليد عليه البابا غبريال. المذبح قال كلمته. لكن للأسف المجموعة الثانية بتاعت أبونا يؤنس ما عجبهمش الحكاية. وكان وقتها الكلام ده كان في القرن الـ13، فكان وقتها الولاة يدفع لهم فلوس يعملوا أي حاجة. فجروا المجموعة بقى بعض الأقباط اللي كانت بتشجع التيار الآخر، راحوا ودفعوا فلوس للوالي وضغط الوالي إنه يتحط على الكرسي البابا يؤنس، ويتشال البابا اللي القرعة الهيكلية جابته. وللأسف قعد البابا يؤنس على الكرسي 2 شهور بس الكنيسة ما كانتش هادية، خصام ومشاحنات، والكل كان بيقول له مش من حقك تقعد على الكرسي، لأن ده صوت ربنا اللي قال القرعة الهيكلية. لحد أما الأساقفة حسموا الوضع وأصدروا قرار كنسي بعزل البابا يؤنس ورجوعه الدير، وإنه يقعد البابا غبريال لأن ده صوت ربنا على من المذبح. وقعد البابا غبريال، بس قعد 2 شهور بعد كده وتنيح. والكنيسة بعد كده قالت طب وبعدين ما اللي في الدير ده اتحط عليه اليد كمان، لأن لما الوالي قال حطوا اليد مجموعة الأساقفة وخلوه بترك. وأصبح وقتها في 2 بتركة. تقول لي إيه ده بقى ده؟ أقول لكم بصوا، دي المرة الوحيدة اللي حصلت في الكنيسة، وإن شاء الله ما تحصلش تاني. يعني إن شاء الله يكون ده درس وأدب لينا إن ما يتمش تاني كده. لكن مثلا تستغربوا إن كرسي روما حصل فيه إن 2 بقوا بتركة في نفس الوقت 38 مرة، وحصل إن 3 بتركة كانوا في نفس الوقت، يعني انقسمت الكنيسة وقتها على 3 أشخاص 6 مرات، يعني انقسمت على إن شخصين يبقوا قاعدين على الكرسي في نفس الوقت 38 مرة. و3 بتركة في تاريخهم إن يقعد 3 بتركة 6 مرات. ومش كده وبس، انقسموا إن يبقى فيه 4 بتركة 4 مرات. لكن نشكر الله إن في تاريخنا إن ربنا ما سمحش غير الحادثة دي بس. طبعاً حادثة كانت بايخة جداً. لما مات البابا غبريال وهو بقى هو، فقالوا كنسياً طالما ده أخذ الرتبة فنجيبه بقى هو يكمل على الكرسي. وفعلاً جابوه وظل لحد أما تنيح
سنة 1293. لكن الفترة دي وكأن ربنا بيأدب، وكأن ربنا عايز يقول يعني لازم تعرفوا إن ده شيء مش مني، ولازم هو بسماح طبعا، لكن هو كان رافض إن يحصل انقسامات. الفترة دي من أسوأ الفترات اللي عبرت على أباط، هي أصلا فترة الانتقال من حكم الأيوبيين للمماليك. فكان وقتها الملك الصالح أيوب أكتر واحد اشترى مماليك. المماليك ده قلت لكم قبل كده كانوا ناس يشتروا من مناطق معينة، يعني من تركيا ومن القوقاز ومن فارس شمال إيران ومن منطقة البلقان، وصغيرين يدربوه مع الجندية، ويبقى الأشخاص دول منتمين بس للي اشتراهم. وهو اشترى كم ضخم من المماليك وجابهم مصر عشان يحموه من أي عمليات انقلاب. لكن للأسف إن المماليك دول هم اللي عملوا عليه انقلاب، وفضلت مصر في حالة غليان عن طريق المماليك ده فترة طويلة قوي، ما يقرب من 500 سنة. وكانوا المماليك ما عندهمش أبدا أي شيء ينتموا لي، لا لمصر ولا حتى للديانة، كان كل همهم فلوس ونفوذ. لكن أول ناس يضحوا بيهم ويذبحوهم هم الأقباط، عشان كده كانوا دايما يضطهدوا الأقباط. ما هو كمان أسوأ إن في الفترة دي حصل الحروب الصليبية، وهم كانوا حافظين مش فاهمين، صليبيين ومسيحيين هنا، يعني لما يضطهدوا المسيحيين هنا معناه إن هم بيعاقبوا البلاد المسيحية، ما يعرفوش إن الكلام ده ملوش دخل بده يعني. وأصدروا مرسوم في الفترة دي إن لا يستخدم أحد مسيحي نهائي. حصل قصة إن كان في راهب من رهبان متوحد في أحد أدرة حلوان، وبعدين وهو في الجبل اكتشف مغارة فيها ذهب، فجاله فكر إنه الذهب ده يصرفه على الفقراء. وكان وقتها الجزية عالية قوي، كان ينزل الراهب ده ومعاه فلوس وذهب ويروح السجن ويسأل في كم قط عندك، يقولوا كذا، يروح دفع لهم الجزية ومطلعه ويختفي. لحد أما وصل كان وقتها الظاهر بيبرس هو الوالي، عرف إن الراهب ده معاه فلوس وبينزل يصرف فلوس كتيرة قوي على الأقباط، فجابه قال له قالوا لي إن معاك كنز، فقال له فعلا عندي في كنز أنا لقيته، قال له بتاعي، قال له لو قتلتني مش هتعرف الكنز فين، فقال له بعدين، قال له كده أو كده هتجيلك الفلوس تاني، قال له تجيني إزاي، قال له ما أنا بنزل أدفع الفلوس اللي أنت بتفرضها على الكنايس واللي بتفرضها على الأقباط فهتوصلك، وأنا هودي الفلوس فين، أنا مش بصرف أنا راهب. فقال له ماشي. عمل حيلة بقى، عمل إيه، راح جه وافتعل كده مشكلة، وراح قال إن الأقباط حرقوا حاجة، وراح حفر حفرة كبيرة وجاب كل الأقباط حطهم في الحفرة، وأعلن إنه بكرة الصبح هيحرق الأقباط عشان يجي الراهب ده يدفع فلوس. وبعدين عندها كان في أقطاي كان رئيس العسكر، عمل تمثيلية إنه وقف وقال له لا أرجوك ما تحرقش الأقباط، يدفعوا 50,000 دينار. 50,000 دينار ده رقم عالي قوي. وفعلا وصل الكلام ده للراهب الحبيس، فنزل ودفع 50,000 دينار وطلعوا الأقباط من الحفرة. فضل على كده لحد أما الراهب ده خلص فلوسه. بعد منه جه واحد اسمه المنصور قلاوون، ده شخص شرس جدا. 1279 كان غريب الأطوار جدا، يعني في البداية كان هو شرس جدا، وقعد يقتل في الناس ستات ورجالة وشيوخ وأطفال علشان حاجات صغيرة، وبعد لدرجة إنه يقولوا إن الجثث كانت في الشوارع، وهو كان شرس جدا لفترة كبيرة. وبعدين جلوا ناس وعظوه وقالوا له إيه اللي أنت بتعمله ده، أخرتك ونهايتك وكلام من ده. فراح فكر وابتدى يبقى متدين، وغريبة جدا إن شخص يبقى متدين يقتل الآخر، اضطهد الأقباط عشان يبينهم ان هو متدين قوي،
اضطهد لقبط وقال مفيش مسيح يركب ركوبة ولا يلبسوا لبس كويس. ده في العصر ده. جه بعد منه 1290 واحد اسمه الأشرف خليل ابن قلاوون. بداية عصره هو كانش مهتم بالقصة لقباط شويتين، فلقباط بقوا يركبوا الخيول والبغال ويلبسوا لبس كويس وكلام من ده، لحد أما جه واحد كان بيشتغل كاتب عند ديوان في ديوان أحد الأمراء الكبار وكان قبطي، وبعدين كان في واحد عليه فلوس للأمير والأمير قال له روح حصل الفلوس دي، هو كان قبطي، فراح للراجل وما كانش مسيحي، قال له يا سيدي عليك صك بكذا، قال له مش هدفع، قال له طالما مش هتدفع. راح كان دايما الأمراء عندهم زي عساكر كده أو ناس بيخدموا عندهم، قال لهم خدوه يتسجن. وهم واخدينه يتسجن وكان الكاتب ده القبطي راكب على الحمار والراجل ده مجرجر وراه، اتضايق بقى الناس ازاي يحصل كده، ازاي قبطي يركب فوق والراجل ده يتجرجر كده، راحوا اتلموا عليه ونزلوا الكاتب القبطي قعدوا يضربوا فيه، فالخدام بتوع الامير ده جريوا على الامير فالامير بعت له وانقذوا من ايديهم، فجريت الناس دي كلها على الاشرف خليل وقالوا له الحقنا ازاي قبطي يعمل فينا كده. وعندها هذا الرجل حرق كم أقباط وهد بيوت وإدى ترخيص إن أي حد يخش على بيت أي قبطي ينهبه ويقتله. وفضل الوضع ده، هو عمل حفرة كبيرة حط فيها أقباط وكان هيحرقهم، لحد ما جه واحد قال له طب لو غيروا ديانتهم، قال يغيروا ديانتهم وسيبهم، وقعد القتل في الأقباط لحد أما وصل الأمور لبرا مصر وابتدوا يهددوه، فراح طلع هو مرسوم إن محدش يقتل قبطي واللي هيقتل قبطي أو هينهب بيته هيتقتل. عصر صعب. ليه ربنا سمح بده؟ شهوة الكرسي. بينما المسيح لما جه يبني الكنيسة أسسها على إنه يغسل رجلين التلاميذ، ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم، وقال كده هو إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه يحمل صليبه ويتبعني، وقال ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، وقال كل من يرفع نفسه يتضع، من يرفع نفسه يتضع. أنا مش قادر أفهم يعني إيه حد يدور على سلطة جوه الكنيسة، يعني إيه حد يدور على كرسي جوه الكنيسة، والمسيح إزاي أقف قدامه وهو نزل غسل أرجل التلاميذ بعد كده. هو قال بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. إزاي أخاصم حد علشان سلطة؟ إزاي اتنين يخاصموا بعض علشان كرسي؟ يقول بولس الرسول أما الذين هم من أهل التحزب لا يطوعون الحق بل يطوعون الإسم سخط وغضب. في روميا يقول هؤلاء في تحزب ينادون بالمسيح. بأي مسيح بتنادي بيه وانت بتقسم الكنيسة وانت بتشقها؟ أي مسيح بتتكلم عنه؟ أي مسيح هتقف تخدمه وانت شقيت الكنيسة؟ ويقول لا شيء بتحزب أو بعجب بل بتواضع حاسبين بعضكم بعضا أفضل من أنفسهم. إزاي دول ما هيقفوا يتكلموا على المسيح؟ وإزاي يقولوا الآيات دي للشعب؟ يظن الشخص اللي مضروب بشهوة المناصب والسلطة إن المناصب تديله قيمة، وبيشعر في داخله إن قيمته الحقيقية مش في نفسه، في إنه لما يقعد على الكرسي وماله، بس في حساب فوق بعد الكرسي لما يموت هياخده معاه. عشان كده اللي بيدور على ما يزيد قيمته هو فاضي من جوه. بصوا لسيد المسيح، هو لما جه عشان يضع لنا مثالا انحنى وغسل أرجل التلاميذ، وحينما كان يملك علينا لم يملك إلا بصليب أن يذبح. بصوا أنبا أنطونيوس أعظم راهب في التاريخ، أبو الرهبان صار أبو الرهبان إزاي؟ بسلطة؟ لا،
القوة. أما مقار لما جه يقدم عمق الحياة الروحية قدمها بالتضاع، وكان الأب المتضع الذي هو أبو رهبان برية ود النطرون. أما الذي يقتني السلطة بحيلة ومؤامرة وخيانة يزداد تعاسا زي يهوذا. يهوذا بعد ما أخذ الفلوس حصل له إيه؟ شنق نفسه. ليه؟ اوعى تظن إن الشهوة حينما تأخذها تجعلك سعيدا. طبعا أحيانا ربنا يقعد واحد على الكرسي لأجل خدمة، لكن الأهم إن مبقاش الشخص يشتهي ده، يبقى عايز يوصل ده بأي طريقة، بمؤامرة، ولا زي بالحادث بتاع النهاردة إنه يدفع فلوس للوالي، لأن هي دي الخطية. الخطية هي ثمرة الأنا، ثمرة الذات. الشيطان لما راح للإنسان الأول آدم وحواء قال له إيه؟ تصيران مثل الله، ترفع راسك، تبقى متسلط. دي الخطية. عشان كده عمل المسيح بالنسبة لنا ثمرة الاتضاع، أنه وضع ذاته لأجلنا، بينما الشيطان يجعلنا متكبرين. لابد أن يكون أولاد المسيح متضعين، عشان كده هو يسقط كثيرين بهذا الكبرياء الذي تملكه شهوة الكبرياء. كيف يمكن أن يخدم المسيح؟ يقول بولس الرسول، يقول مار يعقوب في رسالته 3:16، لأنه حيث يوجد الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. بينما بولس الرسول يقول لست أحتسب لنفسي شيئا ولا نفسي ثمينة عندي. تقول لي إيه ده؟ أنت بتتكلم على كنيسة وعلى كرسي البابا. أقول لك لازم تفهم المبدأ ده، الكنيسة قوية بالمسيح، بالأسرار، بالروح القدس، حتى وإن كان الأشخاص قد يكون فيهم ضعفات. لكن اوعى حد يظن إن احنا بنتكلم على إن الكلام ده يضعف الكنيسة، أبداً. زي ما شفتوا يسير هؤلاء الأشخاص ويذهبوا، وتظل الكنيسة كنيسة، ويظل كرسي ماري مرقس قائماً ولا يمكن أحد أن يكسره. لإلهنا كل المجد وكرامة الأبد.